البطاط يقطع الكرة، ممتاز البطاط في هذا اليوم. البطاط قام بمجهود كبير، لم نشعر بغياب محمد صالح لوجود البطاط. هذه محاولة سيف الجعبري للأمام، لمسة وظهر فيما هو أهم لفريق الأهلي. المارد الأهلاوي يعاقب الهلال. لاحظ هنا تامر، لاحظ هنا حمادة. حمادة 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 فعلا ما عجز عنه مهاجم الهلال. ألم أقل لكم من الممكن أن يعاقب الأهلي، أن يعاقب الأهلي فريق الهلال؟ إذن الأهلي يسجل الهدف القاتل.